طيب سيادة السفير، برضو السيد الرئيس أشار النهاردة لفكرة العجز الدولي بشكل واضح، وكان حريص على فكرة تحميل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولة مسؤولياتها القانونية على الأقل فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني. ويمكن البيان الختامي ذهب إلى إمكانية كمان الدعوة إلى قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية. وكلمات القادة كلها ركزت على فكرة الازدواجية في التعامل. احنا قبل القمة يمكن بأيام كان في اعتراف من 142 دولة في الأمم المتحدة بفلسطين، لكن برضو قدامنا العائق والفيتو الأمريكي للأسف من المتحققات المبكيات، يعني انه إرادة 142 دولة. فواحد بيسمع دلوقتي بيقول طب احنا هنعمل ايه يعني هنعمل ايه؟ طب ما احنا روحنا لجأنا لكل المؤسسات الدولية، وادي القمة بتتحرك في موقف جامع أمم متحدة، طب ما احنا نعمل ايه؟ حضرتك بقى في شق الدبلوماسي، هو دايما في توازي بين استخدام القوة الناعمة وبين استخدام القوة القانونية والسياسية. يعني احنا او المجتمع الدولي زي ما ذكرت في 143 دولة مقابل 9 دول، منهم 5 دول محدش يعرف هي فين. كيرباتي يعني وباو جزر مش عارف ايه ونيو جيني وحاجات زي كده. فهنا بربادوس حاجات كده. ده تحدي للولايات المتحدة الأمريكية ان هي الوحيدة اللي اوقفت القرار. سيعاد لان القرار اللي صدر من الجامعة العامة للأمم المتحدة بيدي مزايا لدولة فلسطين. يعني كان الاول بتدعى كضيف، القرار انها يكون لها مكان دائم وفقا لابجديتها كما باقي الوفود. الناحيه الثانيه ان من حقها تقدم مقترحات لتعديل او اضافه بالحذف لمشروعات القرارات. الحاجه الثالثه ان هي تستطيع ان تدلي ببيانات نيابه عن مجموعات اقليميه تطلب منها او تكلفها بذلك، ما كانش موجود قبل كده كل ده. الحاجه الرابعه ومهمه انها من حقها تشارك في جميع المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو اليها الامم المتحده والوكالات التابعه للجمعيه العامه للامم المتحده، وهي كل الوكالات المتخصصه تابعه للجمعيه العامه للامم المتحده، فقط ليس لها حق تصويت. القرار ايضا بينص على اعاده الطلب مره اخرى لمجلس الامن. هل هنا لما يعاد لمجلس الامن ولو الولايات المتحده استخدمت الفيتو، هل هيستخدم مبدأ الاتحاد من أجل السلام بحيث أنه هو يعاد للجمعية العامة للأمم المتحدة وتتخذ قرار بصفتها بديل عن مجلس الأمن نظر أن دولة واحدة عطلت القرار؟ هذا احتمال وارد. هل الدول العربية ستدفع هي والدول التي أيدت مشروع القرار والدول الأوروبية التي ستعترف بالدولة الفلسطينية سترفع في هذا الاتجاه؟ هو ده سيبان في الايام القادمه، لان في نص القرار ان يحال مره اخرى الى مجلس الامن. بالنسبه للمجتمع الدولي في الاجراءات التنفيذيه العمليه، احنا عندنا مثلا في قرار صدر عن مجلس الامن بارسال المساعدات وتزويد المساعدات وتعيين مشرفه دوليه ذات درجه عاليه اللي هي السيده كاخ، ودي تشرف على تدخيل ادخال المساعدات ومرحله قادمه اعاده الاعمار. لم تسمح اسرائيل بتنفيذ هذا. طبعا. اين ضغط الدول العربيه؟ ده لسه قاتلين موظفين الامم المتحده من كام يوم، ضربوا العربيه. اعاده اعمار بيحتاج 10 سنين عشان تشيل الركاب. لا اقصد يعني فين 6 7 من فين الضغط وغير. فين الضغط على اسرائيل حتى انها تستجيب لهذا؟ وفين الضغط على الولايات المتحده الامريكيه؟ لأن في كل الواضح في كل جولات بلينكن في المنطقة إن هو لم يسمع ما يزعجه. يعني ربما سمع مطالب ولكن ليس بالدرجة التي تجعله يتخذ إجراء يضغط به على إسرائيل. طب وإيه اللي يزعجه؟ اللي يزعجه فرض عقوبات على إسرائيل. النهاردة نتيجة اللي بيعملوه الحوثيين عقوبات أممية هيكون صعب. هقول لك اللي بيعملوه الحوثيين أدى إلى إن ميناء إيلات تنخفض فيه الحركة بنسبة 80%، ويستغنوا عن 120 موظف، ثم هيستغنوا عن موظفين آخرين، ويستبعدوا عنه بخط شاحنات من الإمارات عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل،
ويستغنوا عنه بتكلفة أعلى عن طريق البحر الأبيض. أدي نتيجة اللي عمله الحسين. تركيا أوقفت التعامل التجاري. طب إذا كانت الدول العربية فين؟ فالولايات المتحدة وبلينكن مرة راح لتركيا فأردوغان قال له أوقف إسرائيل وأوقف القتال وأنا أوقف كل شيء. لم يعود مرة أخرى إلى تركيا. فهنا إحنا الدول العربية عليها دور لم تقم به والقمة لم تقرره. فبالتالي هنا هيظل الوضع في حدود زي ما قلت الممكن. الممكن والمتاح هو العمل السياسي والقانوني وعن طريق المنظمات الدولية اللي مندوب الإسرائيل مزق مساقها وقال دي منظمة بتحابي الإرهاب وضد السامية. أدي موقف إسرائيل يعني منتهى الجرأة أن إسرائيل اللي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنشأتها واشترطت عليها أنها لابد أن توافق على قرارين حتى تنضم للأمم المتحدة. القرار الأول إنشاء دولة فلسطينية، القرار الثاني قرار عودة اللاجئين وتعويضهم عما أصابهم من أضرار. ولم تقبل إسرائيل في الأمم المتحدة إلا بعد أن وافقت على القرارين. أين الدول العربية في تنفيذ هذين القرارين؟